السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم بطة محشية بطريقة مميزة في مطبخ موني. والمكونات معانا عبارة عن ايه؟ دي بطاية متنظفة وحلوة وزي الفل زي ما حضراتكم شايفين كده. ومعانا هنا للحشوة بصل، زبيب. الزبيب ده انا نقعاه علشان ينفش. ومعانا هنا شعرية، ولسلق البطه معانا ورق لوري وحبهان وبصلايه. والتوابل هنستعمل ملح وفلفل اسود، وكمان هناخد بس معلقتين زيت عشان نشوح فيها الحشوه بتاعه البطه. دلوقتي هنقول بسم الله ونبدا الطريقه. دلوقتي في طاسه على النار انا بدات اشوح البصل، حطيت معلقتين زيت واشوح فيهم البصل، وطبعا هنزود ملح علشان البصل يدبل. طاسة تانية انا حطيت معلقة زيت وهبدأ ان اشوح الشعرية، نحمرها بس. البصلة كبرت معانا خالص وكمان الشعرية اتحمرت. هنبدأ نضيف الزبيب للبصلة ونقلب. هو طبعا احنا مش عايزين نسويهم لان هم اساسا البط انتوا عارفين ان هو بياخد وقت على النار. دلوقتي انا بشوحهم مع بعض وهضيف ليهم الشعرية. احنا طبعا حطينا ملح، دلوقتي هنحط شوية فلفل اسود. ونقلبهم بس مع بعض شوية كده، وبعدين هنبدأ نحشي البطة بتاعتنا. دلوقتي الخلطة بتاعتنا جاهزة ان احنا نحشي بيها البطة. هنستعمل كأدوات، هنستعمل الخلة وسكينة تكون ليها بوز كده علشان نفتح ظهر البطة زي ما عملنا قبل كده مع الفرخة اللي كنا حاشينها. هنقول دلوقتي بسم الله ونبدأ نحشي البطة بتاعتنا. بس كده تمام. دلوقتي نبدأ ان احنا نحاول نقفلها بالخلة. دلوقتي انا جبت خيط، ده الخيط ده بستعمله علشان لما اكون بعمل عرق لحمة. هنضم الاثنين دول كده، طبعا مش نافع ان انا البس الجوانتي، ونربطهم كويس قوي. هنسخن مية وهنسلقها السلية العادي خالص، بس عشان قبل ما ننساش يعني هنعمل ايه، من هنا كده من الناحية دي ومن الناحية دي، نحاول بقى ان احنا نتأكد. ايوه كده، انا كده لمسة الحشوة من جوه، بس ممكن كده تمام خلاص. دلوقتي انا جبت اكبر حل عندي اهيت، وحطيت فيها البطة، واحط البصلاية، الحبهان او الهيل، بس لازم يا جماعة نكون فاتحينه كده عشان يدي كل النكهة، والورق اللوري. نحط شوية فلفل اسود. انا حطيت الحلة على النار وهبدأ اضيف ليها المية المغلية. وطبعا مش بنحط الملح يا جماعة غير في الاخر خالص. دلوقتي اسيب البطة تتسلق، واذا احتاجت مية تانية بزود لها. وبعد كده هوري لحضراتكم شكلها في الاخر وهنحمرها ازاي. ودلوقتي زي ما حضراتكم شايفين البطة خلاص اتسلقت معانا. هنبدأ نعمل دلوقتي الخلطة بتاعت التحمير. هنحط معلقة عسل كبيرة على شوية صلصة كده، ونقلبها كويس. ونبدأ دلوقتي
ندهنها. ونحمرها من كل ناحية تحت الشواية، او تحمروها بقى في الزيت، دي حاجة ترجع لكم، بس انا بحب احمر بصراحة في شواية الفرن، بتطلعها لي حلوة قوي بالذات لما بدهنها بالخلطة دي. ده بيكون شكل البطة بتاعتنا بعد ما حمرناها في الفرن، لونها ذهبي وجميل ولذيذة جدا جدا، والحشوة اللي جوه رائعة. وطبعا بنقدمها مع محشي الكرنب، انا عاملاهم مع بعض، بس المحشي انا هعمله في فيديو تاني هقدمه لحضراتكم برضو. اتمنى ان هم يعجبوكم باذن الله، اتمنى ان انتم تجربوها، واذا عجبتكم الوصفة ياريت ان انتم تشتركوا على القناة بتاعتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، وما تنسوني في اللايك والشير والتعليقات الجميلة، وبألف هنا وشكرا.